السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزيل. يعني قبل المباراة تاع موريتانيا، رئيس الاتحادية لكرة القدم الموريتاني وين المنتخب الجزائري كبير ومواجهته، يعني وين لن نكون يعني من اجل تقسيم الحلويات على المنتخبات. او تاع الناس فاتت فيك جاي عندي انا يبان لك بلي ما تقسمش الحلويات، رغم 2019 وانت تقسم الحلويات اصاحبي، رغم 2019 تم حتى ماتش. هاو زعما جيت عندي انا بان لك حلويات، حنا قلنا لك عطينا حلويات، انتم ما عندكم حلويات. هاو مالك صاحبي، صاحبي انت رئيس اتحاديه الله يسهل عليك تقسيم الحلويات. حنا قلنا لك قسم علينا الحلويات، حنا غادي تدي غادي معاك ثلاثة. أنا نقولها لك معاك ثلاثة، معاك ثلاثة صحيح صحيح. نساو اللي فات مات، قاتلنا هذا المباراة، جيتو توبا في طريقنا. الله غالب، الله غالب. صحابي عكاشة، صحابي عكاشة بعد إسلامه، وين الرسول كان يحتضر، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سكرة الموت. عكاشة باش يشوف الخاتم تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، هيا قال لهم أنا، قال لهم نخلف ضربتك، بين نخلف ضربتي. الصحابة على الشيطان شاك الدين يا ودي، قال لهم والو، وين ضربك؟ قال لهم ضربني في الكتف. الرسول قاعد يهدر معاه، قال له يا عكاشة، قال له كنا في حرب وجيت في طريقي ضربتك غير باش يشوف الخاتم. قال له والو نخلفها، قال له خلفها. عرانا طاح ولا يبكي، قال له بيا نشوف الخاتم برك. هذه عليكم هي كاع اسباب وكاع امثلة. توما موريتانيا كم جايين في الطريق غالب تدو ضربة، هاو قاع ضربوكم، حنا ما نضربوش. هاو على بالك كاين واحد المثل ثاني واحد اخر نقولوه، على بالك تبقى لنا وصمة عار إلا ما ربحناكمش انتوما، تبقى لنا وصمة عار. أنا كيما هاكا راني حشمان الصومال مركاتلنا بود، تبقى لك وصمة عار. على بالك يقول لك، قال لك واحد، قال لك روح خرج فيه سبع وخرج فيه ضبع، راح دابز مع السبع. علاه دابز مع السبع؟ دابز مع السبع، السبع ضربه هنا هنا، ضربه هنا هنا، خلطه خلطه. كما جماعه صحابو هربوا، يوم يجوا جايين في الطريق يداووا فيه الاخر فيه، قالوا له انا ما تروحش للزبع، الزبع كره اخرى فيه بالك شويه وكهرب. قال لهم لا، قال لهم نروح انا لبلادي. قال لهم بعد تقولوا باللي دابز مع الزبع، ابشح الزبع ضربت، قال لك غير ضربت السبع ولا ضربت الزبع. يا ود عمي انا نخسر مع نيجيريا ونخسر مع كوت ديفوار ونخسر مع السنغال وما نخسرش مع موريتانيا. هذه هنا وصمة عار تبقى لنا على بالك في التاريخ، مع موريتانيا، مع من؟ مع موريتانيا. شكون اللي ضربو؟ شكون اللي قبشو؟ الزبع. بصح كي يقول لك السبع ضربك السبع دابت ندلوها، والله لا مع سبع، سبع يضرب وذاك يضرب. سعيد له الضبع، الضبع الضبع كوي فلاشه مليحه هكا غادي تفهم، راكم فاهمين المعنى وين راهي رايحه. هذه هي سي موريتانيا ولدادة، يسموك ولدادة انت، لا نسيت يسموك ولدادة بكل احتراماتي اليك، بصح كلامك يعني تاع قائلا ستكون المباراة الأخيرة وبمثابة يعني فاكهة، وسوف أقول لن أوزع الحلويات. الجزائر منتخب كبير ودولة عريقة، وستكون مباراة أشقاء أشقاء. كوزيرت أنغولا، كوزيرت صورت النقط مع هذوك، أو عندنا حنايا لا غالب، حنا عندنا ست نقط بالك كنا كاع نفوتو كاع معانا. الله غالب يا ذاك الطالب، هذه هي ما نجموش كيفاش غادي نديرو لكم. كاين حاجه وحده برك تلعب الربحه، حنا كي نربحو
على بالك بلي غادي نلعبوا باش نربحوا، ما نحوسوش على انغولا مع بوركينا فاسو، على بالنا كاين بزاف يقول لك كو انغولا دير ماتش نيد، يا ودي ما تحوش على انغولا دير ماتش نيد، يا وربح تحوش على انغولا دير ماتش نيد، انت حوس تربح. خاص بزاف ناس قاعد هاكا نتلاقاو في البارشي ولا يقول لك لا كو انغولا دير ماتشي، وحنايا كاع الا درنا ماتشي تولي عندنا 3 بوان فوتو 100 3ايام، يا ودي 100 3ايام ما كاعش راهم كاينين، كاين اللي راه غادي يصور 5 نقط ويقعد 100 3ايام، كاين اللي غادي يصور 5 نقط ويقعد 100 3ايام، كاين اللي 4 نقط 100 3ايام، انت كي 3 انتيا نعشيت انا نعاودو نربحو. ناس انتم انا مخايفين من موريتانيا، موريتانيا رب انا ما تدخلليش في راسي بلي الناس بلي انا موريتانيا تربح ولا كاع توقف قدامي، لازم كيما البارح اسمه جنوب افريقيا مع لانيبيا هذيك 3 بريمير ميتون قطعوا لي ياس، نقطعه لي ياس اروح تشوف نقطعك لي ياس، هذه هي وشاهدنا نقطة ضعف كبيرة في الدفاع تاع موريتانيا، نقطة ضعف كبيرة في الدفاع تاع موريتانيا خاصة أمام أنغولا، بانت نقطة ضعف تاع موريتانيا في الدفاع، ناكلوهم يا جماعة ناكلوهم، خاطش على حنايا وين مليح أنا هما غادي يدخلوا يلبوا ديفونس يدخلوا يبلعوا، حنايا كي بلعوا مليح أنا كيما نهار أنغولا عطاتنا فورس بريمير ميتون، عطاتنا فورس بريمير ميتون ديما حنا ما يقبل حنايا اللي حلنا اللعب ماشي مليح حالنا، تحل اللعب قدامنا ماشي مليح حالنا، انا نقولها لك تحل اللعب اللي حل اللعب قدامنا ماشي مليح حالنا، عمرنا يلعب لنا قدام ويعمرنا الميليو تيرا وي والله ما مليح حالنا، كيما بوركينا فاسو كي تلعب ماشي حالا ماشي ماشي حالا حالا اللعب، هذيك اللي صعيبه علينا حنايا اللي بلع عندنا اللعب مليحه يتراجع الراوند، حنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا والضغط يعني الضغط الضغط الكبير اللي نديروه من يبلعونا، حنايا مليحانا كمنتخبات يبلعونا اللعب، هذه اللي نقولها لكم بصح باش نقولوا بلي يا ودي موريتانيا يبلعوا ما يبلعوش، يا ودي انا راني على بالكم راني نهدر كي نفكر موريتانيا انا صايت نقول لا بغات تجيبوا كاع الشعب تاع موريتانيا حطوه شاف لي سيبورتيرا حطوهم لقدام حطوهم لقدام ما يديروا والو، سيبورتيرا تاع موريتانيا حطوهم زيدوهم مع ليكيب وما يديروا والو، يا جماعه يا جماعه هنا على بالك بلي مي تبقى تشوف في مادريا دو ماتش ما توسخش، جاتنا لقطه واحده ماركيناها جاونا زوج لقطات مركاونا في لقطه واحده ومركاونا في زوج لقطات امام بوركينا فاسو، يعني تالي تات بلونج وبيناتي ما توسخش ماندريا، هنا وين تعرف بلي هادو منتخبات ما كان والو، وراني قلت لكم بلي بوركينا فاسو والله ما يعرفوا يماركو لو كان نحسنوا روحنا مليح والله ما يعرفوا يماركو، انا نقولها لكم ديو ذوق انت يا كي تجي موريتانيا رب انا نشوف راني نتحمس بصح كي نسمع بلي موريتانيا كي نجي نقول منتخب موريتانيا ماشي نحقر البلاد تاع موريتانيا ولا يا جماعه انا مانيش نحقر انا ولا ندير يا راني نهضر في كرة القدم، انت تبقى خير من موريتانيا في الرياضة، تبقى خير من موريتانيا في الرياضة، انت 2022 كنا نقولوا بلي بنجيبو كوب دي موند بهذا اللعابة على بالك، اقلع مادريا واقلع كي يسموه وقلع ايت نوري اللي لعبوا كونت بوركينا فاسو، قلع مادريا وقلع ايت نوري بهذا اللعابة، قلنا نجيبو كوب دي موند الاخضر بالريش قال لك لو كان كاليفو كو كاليفينا كنا غادي نروحوا لابعد وين ابعد نقطة، لما تكذبوا على من تكذبوا هاو ديالو الشيطان هاو اسبانيا كي لعبت شوف فرنسا كي لعبت كانت خاسرة 2-0 وعاودت كاليزات وعاودت عاودت غادي تربح واو لا هاو انتوما اللي انتاك حاسبها انتاك حاسبها لعبة وي انتاك حاسبها غير هاكا وي جاي لي جايز وتلعب وتقول لي هذه موريتانيا ما كان والو صاحبي، انا نقولها لكم موريتانيا ما نأمنش انا ما تقول لي لا منا لا مليا ما غاديش نأمن انا، قول لي موريتانيا لا موريتانيا انا تخوفني ليام العوجه ليام تولي تسق بالمارشاريال نولوا نخافوا من موريتانيا ماشي عيب علينا خمو عيب والله لا عيب، انا شفت الناس راهم خايفين موريتانيا يقول لك صعيبه وين صعيبه صاحبي وين ما
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. نمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله يا ربي. صحيح.